تأمل هذا الحديث، حديث أنا ألزم كثير نسبة 90% من مشاهدينك لا يسمعوا به، لم يسمعوا به، حتى أنت قد يكون شيخنا. أنا قرأته فتعجبت فأصبحت أحدث به في كثير من المجالس. لا مشاهدي على مستوى إيش؟ طيب نسمح. طيب هذا الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منح مانيحة لبن، من منح مانيحة لبن أو ورق أو هدى زقاق كان له مثل عتق رقبة. اشرح الحديث واعطيني الراوي. سمعتها يا شيخ؟ ما سمعته لكن اعطيني. طيب الراوي رواه الترمذي بسند صحيح، صححه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله. خلاص انا طيب. قال الألباني يقول من منح منيحة لبن، منيحة هي الشات، يعني اعطى شات، اعطى ناس فقراء محتاجين اعطاهم شات، هذا كأنه اعتق رقبة. الله. من منح ورق فضة، فضة مال اعطاه لأحد، ها اعطاه هبة لأحد، كأنه اعتق رقبة. من هدى زقاق، أوقفك إنسان قال يا فلان وين جامع الراجحي، وين جامع عثمان بن عفان، من هدى الزقاق أي دل على دل مكان، على طريق. هذا رأيت شخص في مستشفى الملك خالد الجامعي، كنت هناك عندنا مراجعة، فرأيت شخص في الكاونتر في الاستقبال مزدحم بعد صلاة الظهر، والناس يعني الله يعني ما شاء الله، رجل كان لبقا وجيدا لكنه كان يعني به شيء من الضجر، مزدحم أيضا بكثرة الناس. هذا يأتي وين الأشعة، روح يمين يسار، وين المختبر يمين يسار، وين بنك الدم، روح عيادات كذا، يوجه الناس، هذا عمله. فأتيت إليه وقرأت له هذا الحديث، قلت تدري كم يوم كم شخص تهدي أنت؟ الله أكبر. قال والله كل يوم يجيني 200-300 شخص. أنت الناس يا شيخ. قلت لك هنيئا لك، فأنت كل يوم تعتق 200 رقبة. قال كيف؟ قلت هذا الحديث، أو هدى زقاق، أن تهدي الناس الآن إلى هذه الطرق. فكل رأيت شخص يسألك اقتنص وتذكر أنك تعتق رقبة. يعني والرقبة ممكن كم تكلف هي مبالغ مبالغ يعني لا تقل عن 20-30 ألف، هذا سابقا، الآن من قطعت لكنها شيء كبير، شيء كبير، يكفي لك أنها كفارة قتل الخطأ. نعم. يكفي لك أنها كفارة الجماع في نهار رمضان، تلك الكفارات الكبيرة فيها عتق رقبة، يدل على ضخامتها. سبحان الله، هذا هداية الناس في الطريق. يعني أنا على قضية قنص الفرض، في ناس سبحان الله والله يتلذذون بدلالة الناس على الطريق، يسعد لما يقول له واحد يوقف، أو حتى بعضهم. أنا مرة كنت في المدينة سألت واحد كان بسيارته، حرك سيارته وقال لي اتبعني، دل تخيل يعني متلذذ ماشى الطريق، لأنه هو استحضر أنها عبادة. أيوه. استحضر شو هذا، عندما نقول لا تحقرن من المعروف شيئا، لا ترى من المعروف، وأهل المدينة ترى أي ما يحتاج شهادتنا فيها، يكفي أن جزءا من الجنة عندهم الله الروضة.